السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ابتهال غزال، وهنشرح النهاردة يونيت 8. يونيت 8 عن دكتور جيكل ودكتور هايد ومستر، المفروض مستر هايد. اوكي، دكتور جيكل ومستر هايد الاتنين دي قصة، واحنا المفروض هنتعلم منها مورال، يعني هنتعلم منها درس. دكتور جيكل ومستر هايد على فكرة اكشولي هم وان بيرسون، والاصل عندنا دكتور جيكل. دكتور جيكل ليه وجهة نظر معينة في حاجة، هو ساينتست، وهو ليه وجهة نظر، وليه وجهة نظر ان الهيومن نيتشر اللي هي طبيعة البني آدم، ان هو جواه الجود والإيفل، الخير والشر، والخير والشر دايما في كونفليكت، في صراع جوه الإنسان، ودايما يا يظهر عليه الخير يا يظهر عليه الشر، وده طبعا بيبقى بناء على التربية أو الظروف اللي حواليه. الناس اللي حواليه ما كانتش مقتنعة بالكلام ده، ازاي يعني ان بني ادم يبقى جواه ده جواه الاثنين، هو يا بني ادم كويس يا بني ادم وحش. هو حب يثبت للناس حاجه تانية غير دي. عمل ايه؟ ابتدى يعمل اكسبيرمنتس على نفسه، يعني تجارب، عن طريق انه يجيب دواء، اخترع دواء نوع معين من الميديسن ياخده، ولما ياخد الدواء دي بعدها بشويه يتحول يبقى مستر هايد. ومستر هايد ده شخص شرير جدا، على العكس من دكتور جيكل. دكتور جيكل راجل محترم، راجل كويس، راجل خير. اول ما ياخد الدواء يبقى مستر هايد الراجل الشرير اللي بيعمل على طول جرائم، كوميت كرايمز. ياخد الدواء من هنا يتحول، مش في البيرسوناليتي بس، في الابيرنس كمان، يعني في الشخصيه وفي الشكل كمان، ويطلع يجوب في شوارع المدينه يعمل شر هنا وشر هنا، كوميت كرايمز. مع الوقت ابتدى دكتور جيكل ينبسط من الموضوع ده، حاسس انه بيعرف ياخد حقه، حاسس ان الدنيا احسن وهو مستر هايد. أما غير الويل بتاعته، ويل W-I-L-L اللي هي الوصية، الوصية بتاعته خلاها إن لو دكتور جاكل جراله أي حاجة أو لو مات، كل الفلوس بتاعته تتنقل لواحد اسمه مستر هايد. الناس اللي حواليه في المجتمع مستغربين، عمرنا ما شفنا مستر هايد ودكتور جاكل في نفس الوقت، وإزاي دكتور جاكل يعمل الوصية بتاعته لواحد زي مستر هايد، راجل محترم وده راجل شرير. هل مستر هايد بيحب دكتور جيكل او هو في علاقه بينهم بين بعض، ولا هل مستر هايد بلاك ميلينج دكتور جيكل؟ ايه بلاك ميلينج دي؟ يعني بيبتزه. يعني ايه يبتزه؟ يعني بيهدده، لو ما عملتش كذا انا هعمل كذا، دي يعني بلاك ميل. الناس بقت مستغربه. ومع الوقت ابتدى الدواء يعمل مفعول اكبر مع دكتور جيكل. دكتور جيكل لما اخذ الدواء وعشان يبقى مستر هايد ما عرفش يحصل له ريكوبريشن، يعني انه يرجع كويس تاني يبقى دكتور جيكل، لغايه ما فضل مستر هايد وما عرفش يتحول تاني لدكتور جيكل، وقعد جوه البيت بتاع دكتور جيكل مش قادر يطلع من البيت على انه مستر هايد. ليه؟ عشان الناس عارفة ان هو راجل شرير، وعارفين ان هو مستر هايد راجل شرير، وعارفين انه ممكن يكون مستر هايد بيعمل بلاك ميلينج لدكتور جيكل، فلو طلع بره البيت الناس هتقول على مستر هايد انه كريمينال، وان هو كيلد دكتور جيكل عشان ياخد فلوسه فهيروح السجن. انتهى بيه الحال انه فضل جوه بيته از مستر هايد، والنهاية كانت للتو كاركترز كانت سيئة جدا. طبعا هم ايدين سيئه جدا، انت عليك انك حاول تشوف ممكن يحصل ايه، يعني ايه اللي في دماغ، ايه اللي ممكن يحصل. ممكن تفتكر ان مستر هايد فضل محبوس لغايه ما مات لوحده، ولا ممكن تفتكر مستر هايد جاله اكتئاب لما فضل محبوس من اللي هو عمله في نفسه وعمل سوسايد، يعني انتحر. سيب النهايه ليك انت، حاول تفكر فيها. المهم عندنا ان في مورال، انا في الاخر لازم اخد درس من الموضوع ده، ان انا ممكن اقلب الطبيعه البشريه عليا. ما حاولش ان انا اتحدى طبيعه البني ادم او اتحدى خلق الله او خلق ربنا. نيجي بقى عند الفوكاب، عندنا كلمه انجوري بمعنى اصابه، سوشيالي اجتماعيا، اكسبتابل يعني مقبول، مورالي اخلاقيا جاي من كلمه مورال الاخلاق، ليجل يعني شرعي، دوكيومنت عباره عن مستند، human beings اللي هم البشر، the evil side الجانب الشرير، طبعا في the good side الجانب الكويس، complain يشكو دي verb، و complaint الشكوى دي noun، guess يخمن، و guest يعني ضيف، best seller دي بتتقال على قصة أو بتقال على حاجة اللي هي بتحقق أعلى مبيعات، والقصة دي في الوقت ده فعلا حققت أعلى مبيعات، disappointment إحباط، appointment دي مش احباط طبعا، دي بمعنى موعد، فناخد بالنا من الفرق الكبير بينهم.
threaten يهدد، legal قلنا عليها ان هي شرعي، ف illegal يبقى غير شرعي، the good side الجانب الخير، violent يعني عنيف، والviolence اللي هو العنف. eventually يعني في النهاية، recognize يتعرف، demand يطلب، وديماند ليه مش ask، demand انك to ask forcefully انت بتطلب بجد، انت you know that you have a right، هي دي demand. directions اللي هي اتجاهات، وcontrol يتحكم فيه. a fortnight بمعنى اسبوعين، فاحنا عندنا ال 14 يوم في الانجليش تقال عليه a fortnight period يعني على بعضها. character شخصية، وpresenter بتتقال على مقدم البرامج. consumption الاستهلاك جاي من consume. cultivable معناها cultivable land اللي هي معناها الأرض الصالحة للزراعة، لأن كلمة cultive أو cultivate اللي هو يستصلح. essay مقال. explanation شرح. food security الأمن الغذائي. invade يعني يغزو، ويغزو دي اللي هو لما بتبقى بلد وبتخش بلد تانية تغزوها وتسيطر عليها. في عندنا كلمات بتيجي ممكن لما تيجي تلخبطنا، الconfusable word. فمثلا عندنا الفرق بين work و job و profession و career. work اولا work بمعنى عمل، و work دي كلمة لا تعد، يعني ما يقولش a work او ما يقولش works، لا انا بتكلم على work لانه عمل، هي دي كلمة لا تعد، دي معناها عمل. طب job الوظيفة نفسها، ودي تتعد، يعني اقول a job او اقول jobs عادي. profession برضو ما هي بنفس معنى job، بس البروفيشن عبارة عن job متطلبة skills معينة، فلما أقول إن الدكتور ده هو he is professional يعني متخصص، فممكن أقول his profession is كذا، إن هو متخصص أو دكتور في كذا، معناها إن السكيلز بتاعته في المجال ده أحسن. ده الفرق بينها وبين job، job in general عادي. كارير هو المستقبل اللي انت ماشي فيه بشوية وظائف ورا بعضها، ممكن تبقى في نفس المجال، ده الكارير. زي مثلا teacher يبقى بعد كده supervisor، بعد كده يبقى مدير principal وهكذا، ده اسمه كله ده career. بعد كده كلمة biography و autobiography. biography سيرة شخص، يعني ايه سيرة شخص؟ يعني حد يكتب عن الحياة الشخصية بتاعت حد، كاتب يكتب عن الحياة الشخصية بتاعت أم كلثوم، فهو كده بيكتب biography. لما كانت أم كلثوم كتبت عن نفسها بقت autobiography، يبقى الفرق بين الاثنين، البايوجرافي حد بيكتب عن قصة حياة حد، والأوتوبايوجرافي أنا أكتب قصة حد عن نفسي أنا مش عن حد تاني، فهي دي تبقى أوتوبايوجرافي. respected و respectable. respected محترم، حد محترم، و respectable برضو حد محترم. إيه الفرق بينهم؟ respected معناها إن حد محترم بسبب شغله، مدير بتاعي محترم، he is respected لأن شغله جامد كويس. respectable شخص محترم، أما أقول على أي حد محترم علشان أخلاقه محترمة، سمعته كويسة، يبقى الاتنين بمعنى محترم، بس respected بستعملها لو أنا قصدي الاحترام في مجال الإنجازات والعمل، و respectable لو أنا قصدي إن الاحترام في مجال الأخلاق والسمعة. الفرق بين هيومين واخرها اي، وهيومن مفيش اي، وهيومن احنا عارفينها بمعنى انسان، وهيومين بمعنى عطوف، ده الفرق بينهم هما الاثنين. في فرق برضو من سبيشال وبرايفت، انت بتقول لما بتاخد درس ان انا باخد برايفت ليسون لان دي حاجه مخصوصه ليا انا او مجموعه من الناس، فدي برايفت. البرايفت ممكن تتقال على الكار، انا معايا عربيه انا مش بعملها تاكسي، انما انا عاملها ايه، this is my private car، عربيتي الشخصيه. او ممكن اقول ان الطاول الفوطه اللي انا بستعملها برايفت لانها استخدامي ليا انا، فاي حاجه لاستخدام شخصي او لحاجه ليا انا بس بقت برايفت. انما سبيشال هي بمعنى خاص، بس خاص يعني متميز، he is a special person، شخص متميز، فهو ده الفرق بينهم هما الاثنين. في عندنا فرق بين would rather و would prefer. would rather احط بعديها مصدر على طول، I would rather have dinner، ماشي انا هفضل ان اخد الدينر دلوقتي. طب would prefer هي نفس المعنى، بس بدل ما احط مصدر على طول بحط to بعدين المصدر، يبقى I would prefer to have dinner now. اوكي okay.
في كمان would rather، بس ممكن أكمل الجملة، أنا بفضل حاجة عن حاجة. فلما أتكلم على two verbs بحط يعني بفضل فعل حاجة عن فعل حاجة، بحط مصدر ومصدر. أقول I would rather had I would rather have dinner than play games. أبقى أنا بفضل ده عن ده، خليت ال have dinner عن than play games، أنا بخليت ده أحسن من ده. طيب ما أنا ممكن أقول كمان حاجة تانية، I would rather have tea than coffee. الأكشن واحد اللي هو ال have، بس أنا بفضل حاجة عن حاجة، التي عن الكافي، بحط التي والكافي بس في النص than وبس على كده. إنما would prefer أقول I would prefer tea to coffee بس كده. في عندنا على فكرة would prefer أحيانا بيجي بعديها الفيرب في ing، يعني ممكن أقول I would prefer having. أهم حاجة ما بيجيش المصدر بس، اللي بيجي عليها مصدر بس هي would rather. السلايد اهي prefer، ويمكن يجي بعديها verb ing would prefer و to، زي ما قلنا بالظبط عن rather than. نبتدي نشوف الاكسرسايز اللي عندنا. My brother went on birthday on holiday to Aswan. Now he's decided to live rather there to live there strangely, permanently, suddenly, particularly. فهنا هتبقى permanently معناها يفضل عايش على طول لفترة طويلة أو لمدى الحياة، جاي من كلمة permanent lasting. I thought the test would be easy. أنا افتكرت التست هيبقى سهل. But I must that I am finding it quite difficult. أنا لازم أعترف admit إن هو difficult. Someone on our door. مين هيحصل ايه على الدور last night؟ اكيد knock، يبقى someone knocked. All my friends come from very A families. اصدقائي كلهم جايين من respectable families. ما اقدرش حتى اقول respected، انا مش بتكلم على families وانجازات، انا بتكلم على عيلة سمعتها كويسة فتبقى respectable. My grandfather is at the moment after a long illness. هو كان يا عيني تعبان وبعد مرض طويل يبقى اتحسن الحمد لله. recuperating، هنلاقي هنا فوكاب غير اللي موجودة عندنا لان احنا بندراش الوقت الكافي ان يحط كل التفاصيل الفوكاب اللي موجودة، فبالتالي بنتعرف على فوكاب جديدة من خلال الكويستشنز والانسرز بتاعتهم. One of the boys admitted break the window. One of the boys admitted break the window. ايه بقى ان شاء الله ده؟ يعني ايه المستيك في كده؟ قال لك المستيك ما ينفعش اقول admit وبريك، الفيربين ما ينفعش، admit بيجي بعديها الفيرب في ing breaking the windows. You can't change human nature. طبعا اللي عارف ينطق صح هيفهم ان انا قلت human، يبقى ده هي المستيك فهتبقى human، شيل الاي. He was sent to prison for a crime that he didn't connect. Crime connect، طبعا احنا عرفنا كده المستيك في connect، يعني المفروض تبقى كومات. Confession is a job that needs special education and training. طبعا هي مش confession، هي profession، هي دي الوظيفة اللي بتحتاج حاجة مخصوصة أو skills مخصوصة. There is someone kicking on the door. طبعا ما فيش حد هيبقى كيك برجليه على الدور، إنما knocking on the door. Mistakes عندنا هي والتصحيح بتاعها. آخر حاجة عندنا في اليونت او في الجزء ده اللانجويج فانكشن، واللانجويج فانكشن هنا اللي هي انت تقول ايه في اوقات معينه. احنا بنتكلم على ان انت تعمل سجيشن اللي هو بتعمل اقتراح، يعني ايه تقترح؟ تقترح على حد، تيجي نروح السينما، تيجي نلعب، تيجي نعمل اي حاجه اي بتاع. يبقى هي الطريقه how about going to the cinema، خلينا نتفق ان احنا هنتكلم على كله going to the cinema. طيب how about going to the cinema أو what about going to the cinema؟ طب shall we go to the cinema؟ خد بالك لما قلت about حطيت going، لما حطيت shall we حطيت go، الverb في الانفينيتيف. طب why don't we go to the cinema؟ طب I'd say I want to go to the cinema، أو let's say we want to go to the cinema. كل دي اقتراحات احفظ منها ثلاثة تبقى معاك وتستخدمها. أهم حاجة الاسطمبة تتحط لما يبقى فيه suggestion. طب لو أنا برد على suggestion ده وأنا أوكي موافق، هقول إيه؟ I'd go along with that. يلا أنا موافق، أنا معاك يا عم. أو that's a good idea، حلو. ممكن I'm not sure about that. طب كده أنا برفض. Personally
I prefer، أنا ممكن، أو sorry I don't agree. أنت احفظ اتنين من دي أو اتنين من دي أو واحد وواحد، إنك توافق أو ما توافقش. هنيجي عند دلوقتي الجرامر، والجرامر هو direct و indirect speech. ويعني ايه دايركت وان دايركت سبيتش؟ طبعا دايركت يعني مباشر، فلما تتكلم كلام مباشر يعني انت بتكلم زي ما بكلمك دلوقتي وبوجه لك اعمل كذا وما تعملش كذا، بحكي لك في كذا وما فيش كذا، انما ما نقلتلكش كلام عن حد، ده مش فتنه. الان دايركت ده هو الفتنه، انا بحكي كلام عن حد، انا بشوفت سمعت حد قال حاجه وجيت انقل الكلام على طول. وبالتالي هنحطها قاعده عامه، انا لما بنقل كلام انا اوريدي سمعته في وقت، واكيد الوقت ده عدى، فلما باجي بنقله يبقى عدى الوقت بتاعي، فبالتالي انا المضارع بتاعي اكيد هيبقى ماضي، انا ساعه ما سمعته كان مضارع بس دلوقتي خلص فاكيد هيبقى ماضي. فاحنا ناخد قاعده عامه، لما بحول من دايركت لاندايركت سبيتش، الدايركت كلام في ساعتها بيحصل، الاندايركت سبيتش خلاص اوكي عدى الوقت بتاعه، فلو عندي مضارع احوله لماضي، اي نوع مضارع اخد اللي قصاده اي نوع ماضي. فانا عندي طبعا المضارع المستمر في قصاده ماضي مستمر، والمضارع التام في قصاده ماضي تام. طب ولو كان فيرب في المضارع البسيط هيبقى فيه قصاده ماضي بسيط، فدي لازم ناخدها لوجيكال وما نقعدش نحفظ كل حاجه. اللي بيبقى بين الكوتيشن ماركس احنا شايفينه ايه؟ ما دام عدى عليه الوقت اللي جوه اي مضارع اجي هنقله بره، هشيل الكوتيشن ماركس وحول الفيرب بتاعه من مضارع لماضي، تمام؟ طب لو كان الكلام اللي بيتقال في الكوتيشن اصلا ماضي، احنا عندنا درجه من درجات الماضي الابعد اللي هي الهاد والبي بي، دي على طول نستعملها. طب بعمل ايه كمان لما اغير من مباشر لغير مباشر؟ اكيد لما انا بسمع الكلام المباشر بسمع ايه؟ بسمع حد هو بيتكلم على نفسه قال اي، لما انا حاجه انقل لك الكلام مش هقول اي، انا هقول هي او شي. بسمع حد بيتكلم عن نفسه بيقول وي، اكيد لما هاجي انقل الكلام مش هقول لك وي، هقول لك ذي. طب لو بسمع حد بيتكلم عن حد بيقول شي، عادي هنخليها شي. فكل الحكايه ان انا بشغل مخي، بتخيل نفسي في الموقف، سمعت الكلام من حد وانا اللي حاجه انقله. هنقله ازاي؟ اول حاجه هبص للتنس الزمن، فلو كان مضارع يبقى ماضي، ولو كان ماضي بعمله ماضي ابعد. تاني حاجه انا ببص للضماير بتاع اللي عندنا، لان في ضماير معينه هتتغير، خصوصا لو كانت ضماير المخاطب او ضماير المتكلم، يعني يو او اي ووي، دول اكيد هيتغيروا. احيانا الكلام اللي في الكوتيشن بيبقى حقيقه عامه، وبالتالي وهو حقيقه عامه انا بتكلم مثلا the sun rises in the east، طيب ما هو دي حقيقة عامة، أنا سمعت التيتشر بيقول الكلام ده، أجي أنقل الكلام إزاي؟ هقول ذا سان روز هي كانت بتطلع، ليه هو النهاردة هتطلع من الغرب؟ لا طبعًا، فعندي الحقائق العامة، لو محطوطة حتى بين كوتيشن وأنا بتكلم عليها بتفضل زي ما هي. عندك حاجة كمان، أنت لما بيجي لك الكلام المباشر وبين اتنين بين كوتيشن ماركس بيحصل إيه؟ بيجي قبليها يقول لك فلان سيد أو فلان سيز أو فلان سيد a short time ago. لو قال لك فلان سيد خلاص حول زي ما بقول لك بالظبط الكلام اللي قلناه. طب لو قال لك سيز عامل زي ايه؟ اقوال ومأثورات، بيقولوا كذا، بيقولوا كذا، يقال انه كذا، بتتكلم على اقوال عامه، فخلي الفيرب والتنس بتاعك اللي عندك هو هو، قال لك سيز خليها هي هي سيز. طب لو قال لك سيد شورت تايم اجو، حاجة لسه حاصلة دلوقتي حالا ما لحقتش تقدم علشان البريزنت تحوله البوست، برضو خليها زي ما هي. يبقى دي من الجمل اللي عندنا نبقى فاهمين، لما بتكلم في الماضي اوكي حول لماضي، اقول سيد اوكي، سيد شورت تايم اجو او سيز لا ما حولش اي حاجة من بين الكوتيشن ماركس. الجدول اللي قدامنا دلوقتي عندي ان انا لما بلاقي سيد تو اخليها تل، والاقي سي اخليها سي، لما اخليها سيز تو يعني وانس ان انا بحط تو بعد ساي او سيز او سيد بخليها تيل او تيلز او تولد، انما ما فيش تو ما احطش التيل او تيلز او تولد. برضو في جدول قدامك بيدي لك الازمنه، انا مش عايزك تحفظ، دي محطوطه بس عشان الناس اللي بتحب تحفظ، بس انا عايزك شغل دماغك. البريزنت سيمبل بيبقى باست سيمبل، البريزنت كونتينوس باست كونتينوس، البريزنت بيرفكت باست بيرفكت. بس باخد بالي من حاجة، ان انا لو عندي will او shall او may او can't هم ليهم already past بتاعهم، فتبقى would او should او might او could. طب لو هي جاية لي في الكوتيشن would او should او كده خليها زي ما هي. طب what about must؟ نعمل ايه في must؟
مش ماست دي من المودلز؟ هي ليها ماضي؟ قال لك لما يبقى في عندك ماست، ماست انت بتتكلم ساعتها على انها رول، يعني مثلا في كوتيشن وحد قال حاجه انت سمعتها، جه العسكري قال لك ايه don't play on the grass او you must sorry you mustn't play on the grass، ما تلعبش على النجيله. انا لما اجي انقل الكلام اقول he said that way، بقى على حاجه قديمه؟ لا دي رول، الرول ساريه في كل الاوقات، فالمست تخليها زي ما هي. في جدول عندك ليه شويه اكزامبلز للدايركت والاندايركت، ناخدها بس نشوف بناء على الشرح. عندنا نوتس لما نقول a moment ago او just now، حاجه لسه حاصله، فانا ما بغيرش الكلام اللي جوه الكوتيشن. ولو عندي جملتين مثلا جدول اللي تحت I can't do my homework today I'll do it later، ده في الكوتيشن. طب he said وسيد هغير، يبقى نقول he said that he couldn't do his homework that and يعني خلاص his homework that day في اليوم ده and وكمل بقى and that he do it later وهكذا. الكويستشن، الكويستشن اصلا بيبقى اخره question mark، وترتيب الكويستشن بيبقى غير ترتيب الجمله. الجمله العاديه عندنا بتبقى فاعل ثم فعل واخرها فول ستوب، انما الكويستشن بيبقى فعل، خصوصا لما بيبقى الكويستشن الاجابه بتاعته بيس او نو، يقول لك مثلا دو يو كذا، فعل خصوصا الفعل المساعد وبعديه الفاعل وفي الاخر question mark. طب لو انا سمعت سؤال، حد بيسال حد سؤال وانا عايزه انقل السؤال ده ليك، هل انا اللي بساله؟ مش انا اللي بساله، انا بنقل السؤال، وبالتالي ترتيب الجمله يتغير علشان الكويستشن يبقى جمله عاديه، وبالتالي بعد ما بشيل الكوتيشن بشيل الكويستشن مارك وبخليها فول ستوب. طب انا عشان اخليها فول ستوب ابقى انا لازم الترتيب اخلي الفاعل وبعدين الفعل. شوف مع كل ده لازم افضل محافظ ان هو لو كان بريزنت يتحول لباست، ولو كان باست يتحول لباست ابعد منه. ازاي الكلام ده؟ طيب ناخدها حته حته. الاول الكويستشن لما يبقى في الكوتيشن ممكن بيقول حد سيد، اوكي بنحول. طب لو قال سيز او قال سيد شورت تايم اجو ما بنحولش كده، تمام. دي بتبقى اسك او اسكس او اسكت، تمام. الجزء الثاني ان انا لما السؤال عندي، السؤال بيبقى فيه فعل مساعد، سؤال اجابته يس او نو، اقول لك مثلا ايه do you speak english او do you like english، او اقول لك خلينا في do you speak english. اوكي انا بقول يو سبيك انجلش، المفروض الاجابه بيس او نو، انا ابتديت بدو وبعدين يو وسبيك انجلش وحطيت كويستشن مارك، اوكي. ودي كوتيشن، اول حاجه لما اجي اعملها شيل الكوتيشن، وبعدين هقول حد اللي سال، فلان اللي سال دوت هي اسكت، اسكت انا طبعا عشان قال لي يو، هي اسكت مي اف اي سبوك انجلش. الدو اتشالت وسبيك اللي اصلا بريزنت بقت باست، وحطيت في الاخر فول ستوب. هنا هاو تو تشينج. طب السؤال اللي بيبتدي بدو انا عملت ايه؟ قلت هي اسكت او هي wanted تو نو او هي wondered اف، فممكن بحط اف عشان اربط بين الكلام اللي انا هنقله وبين الحته اللي الحبشتكانه اللي بتتحط في الاول دي، اللي هي بتبقى ايه wondered واسكت والكلام ده، ربطت باف. في كلمه ثانيه بتساوي اف اسمها وذر، تمام. طيب لو كان الكويستشن اللي في الكوتيشن بيبتدي ب دبليو اتش كويستشن، وات وير او كده، برضو عشان اربط بين هي اسكد او هي wanted تو نو او مش عارف وات ايفر، وعشان اربطها بين وبين الجمله اللي انا هغيرها بربط في النص، بدل اف او وذر لا بحط هي الكويستشن وورد اللي قدامي، زي اول واحده عندي في الجدول هنا وات ار يو دوينج اي اسكد هيم، يبقى اي اسكد هيم وات هي واز دوينج، وفي الاخر فول ستوب. في بعد كده الاوردر وريكوست والادفايس، كلهم بيجوا بنفس الشكل من ناحيه الجرامر. يعني اوردر اقول لهم ايه ميك مي كاب اوف تي، ده اوردر، وممكن يبقى ريكوست ميك مي كاب اوف تي بليز، وممكن اقول ايه سبيك ويل، اتكلم كويس، ده نوع من انواع الادفايس.
اهم حاجه الشكل ايه، الشكل اللي جوه الكوتيشن ايه. انا ابتديت بفيرب عشان انا بكلم حد make me speak well، فانا بحط الفيرب في الاول. طب ده يتغير لكلام غير مباشر ازاي؟ لما انا سمعت حد بيقول لحد تاني speak well وانا جايه اقول لك، هقول لك ايه؟ دي ما فيهاش اي تنس، ما فيهاش اي تغيير. اقول لك مثلا he told her to speak well. طب لو قلت قالها ايه؟ don't raise your voice. طب ايه انا سمعته بيقول لها كده، يبقى he told her او he ordered her not to raise her voice. كل حكايه بحط not والفعل على طول، يا اما احط الفعل على طول وقبليه يبقى to. اوكي، وبالتالي انا ممكن بدل ما اقول he told her he asked her ممكن اقول he advised her he warned her he begged her. في كلام كتير قوي ممكن يتحط في الحاله دي. الجدول اللي قدامنا examples والانسر بتاعته، يعني he said to me open the door please. please طبعا تتشال، شيل الكوتيشن. he asked me to open the door، بس كده. طيب he said study your lessons don't neglect them، يبقى he advised me to study my lessons and not to neglect them. مفيش اي مشكله غير ان انا حطيت and عشان اربط بينهم هما الاثنين. هنيجي بقى الquestions والانسر. قبل ما نقول question and answer انا عايزه اقول نوت صغيره. انا ممكن لما اجي اخد بالي بس ان في حالات معينه في الدايركت والاندايركت سبيتش ممكن اغيرها وانا اتنصح على في الحل. فمثلا لو اقول مثلا هو في كوتيشن سمعت حد بيقول I didn't do any mistake، انا ما عملتش اي حاجه غلط. طب انا سمعته بيقول لمامته انا ما عملتش حاجه غلط، فانا رحت افتن وبقول ايه؟ هو هقول ايه؟ he said that he hadn't done any mistake. طب ما انا ما اقول حاجه ثانيه، he denied doing any mistakes. انا ما حطيتش اي نوع من التنسز، عملتها صح عشان استخدمت كلمه denied. وبالتالي انت ممكن تستخدم الفوكابولري بتاعتك كويس قوي عشان تعرف تحول من دايركت لاندايركت من غير حتى ما تمشي على القواعد ديت، على الرولز اللي احنا قلناها، بس تتعمل بالطريقه الصح. في choose the correct answer the surgeon said that he blah 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 the operation that morning. انا من غير ما افكر the surgeon said، said دي في الباست فانت اكيد هتحط اللي بعديها باست. طب ايه احط did ولا had done؟ انا عندي does ده present ما ينفعش will ده future ما ينفعش. طب في did وفي had done، هي said معناها انها باست، حط الماضي ابعد ماضي عندك تبقى he had done the operation. The dentist told me that he able to treat me until the next day. يبقى the dentist told me. طبعا won't اللي هي will not ما تنفعش. طيب في wouldn't وفي hadn't been وفي hasn't been. هو قال لي ايه؟ able to treat me مش هيقدر. وفي until، ولو نفتكر ان احنا لما بنحط until معنى كده ان في بقى حاجات تانية تحط اقدم past عندك، واقدم past hadn't been. لا في معنى الجملة دي هتبقى wouldn't be عشان معنى هو مش هيقدر يعمل حاجة غير اليوم اللي بعده. He told or asked or said wondered me that he had forgotten my name. طيب في had وforgotten يبقى معنى كده بقى ايه؟ هو قال لي، يبقى he told me. ما ينفعش said لان لازم تبقى said to me، ووندرد ولا الكلام ده لان هي مش صيغة سؤال، ما تحسش ان هو بيستفسر عن حاجة. The mother said that. mother said that. said that ما قداميش غير was عشان دي said. she complained وcomplained زي said that she a for more than. ما فيش قدامي غير had waited، ما ينفعش waited بس، اقدم حاجة عندك تحطها. نشوف المستيك. he said he'll see me the next day. طبعا he said ما ينفعش will، شيل الدبل ال دي وهتبقى would. داليا said she's doing her homework then. هي ساعتها كانت بتعمل الهوم ورك. said فطبعا ما فيش is doing، شيل الاس دي اللي هي بتاعت is وتحط بدلها was. The inspector asked him whether he always caught such an early train. asked whether he always caught. طيب انا بتكلم always يعني بتكلم في عاده، يعني هو مش حاجه حصلت وخلصت، فما دام في always خلي catch catch quotes catches. he asked me when would the next exam take place. خد بالك
انا بعد when، لو ده سؤال بعد when ده اداه استفهام بيتحط بعديه ال helping verb، فلازم في الاخر يبقى فيه question mark. وبالتالي ده مش question mark، دي حاجه. الحاجه الثانيه ما دام قلت هي asked يبقى ده reported speech، فالترتيب بتاع الجمله غلط. فبدل ما اقول when would the next exam يبقى when the next exam would. She promised that she will be home the next morning. طبعا promised فالwill تبقى ايه؟ would. answers عندنا. دي الانسرز، ودي ان شاء الله نهايه اليونت بتاعنا. ارجو انكم تكونوا فهمتوا اليونت صح وفهمتوا الجرامر بتاعه صح. حلوا معانا الاكسرسايز ان شاء الله اللي هينزل معاكم، وارجو يا رب تكونوا استفدتم. شكرا والى اللقاء.